لا إله إلا الله. الله أكبر. 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 الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى وأرشدتنا للإسلام لك الحمد يوم أن ضل كثير من الناس وهديتنا للإيمان لك الحمد يوم أن جاع كثير من الناس وأطعمتنا ورزقك لك الحمد يوم أن نام كثير من الناس وأقمتنا بين راحة النفير ليعيشها الرجل والمرأة ويحياها الكبير والصغير أعيادنا تهليل وتكبير. إذا أذلنا كبرنا وإذا أقمنا كبرنا وإذا دخلنا في الصلاة كبرنا الله وإذا ذبحنا كبرنا الله وإذا ولد المولود كبرنا الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر لله الحمد. هذه الأحكام هو أن المصلي لا بد أن يبقى مع المصلين يستمع إلى الخطبة. فمقام الخطبة بالنسبة لصلاة العيد كمقام ركعتي الطواف بعد الطواف. نحن نعرف عندما الإنسان يطوف طواف النافلة ليس أن يستمع إلى الخطبة ثم بعد أن تنتهي الخطبة هو يقضي صلاة العيد كما صليناها أي كما صلى الإمام. ثم بعد ذلك من أحكام قبل الخروج من الجامعة وهو يكون هذا التكبير بأي صيغة من الصيغ. نقول مثلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثلاث مرات والسياق فيها اتساع كل حسب الجوامع التي يصلى فيها. ثم بعد ذلك من آداب وأحكام العيد هو أن نأتي من طريق الفرحة من طريق الآخر فرحة بنا والملائكة. إن كان هناك شيء مثلا واحد من الجنة في جدنا مثلا من الواحد شيء لازم شيء مكان. ثم بعد ذلك من بين الأحكام أيضا في بخصوص قلنا أن الإنسان لابد أن يستمع إلى خطبة الإمام يوم العيد هذا ورد في تاج الإقليم. لذلك هناك خطأ يقع عند كثير من الناس هو أن العساف الذين غير متزوجين يظنون أنهم غير الحال عندما هو سيتمحي ينوي مشاركة من يريد إشراكه في هذه الأضحية فيقول الله هذا عني وعن فلان وعن عني وعن أهلي. يقول حافظ عبد البر لا خلاف بين العلماء أن من ذبح أضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى ممن علي صلاة العيد فهو أهل الضحى. بسيطة ما بيعش فيه مش مشكلة. إذا قلنا الناس تذبح بعد الإمام كما قلنا بتقدير الزمن وينتهي الأضحية أو ينتهي وقت الأضحية في يعني ثالث يوم من من العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء أيضا من السنة أن يذبح الإنسان بنفسه إن كان هو يحسن الذبح. بعد الآن هذا من السنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بنفسه من الشيء المؤسف يعني الإنسان يخليه بعد ذلك يغمض عينيه مش بيشوف وقت اللي يبدا عنده خصوصا الباج ولا كلاس اللي يعملوا بعض الجزار الجهال يقول له تحمل مسؤوليتي
انه يجيب فريق من العلاج شو انت قدام عليه شغلين ويذبح وطيش يذبح وطيش ويسرق قدام عليه شغلين وكل عليه شغلين يتقلب راهو زي لا يجوز. اي مخلوق فيه روح سنحاسب عليه يوم القيامه. دخلت النار دخلت المراه الى النار من اجل قطه ولذلك نحذر من هذا الامر. كذلك التسليه لا بد من التسليه لان رب سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصلح لنا حال الذريه اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير عبادتك يوم اللقاء اجعل ايامنا كلها عيد بطاعتك ورضوانك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وأنتم بألف ألف خير وصحة دائمة.